إذن أطلق الألمانيان تشان وديركسون موقعا إلكترونيا لحفظ الأصوات المهددة بالاختفاء من عالمنا، أغلبها أصوات مرتبطة بتكنولوجيات قديمة. ويحتوي الموقع الذي أطلق قبل سنوات على مئات الأصوات التي حصل عليها الألمانيان من أقبية المنازل والمتاحف المختلفة. إذن هذه هي مجموعة من الأصوات التي حفظها هذا الموقع. هي تحتوي الحقيقة على عشرات الأصوات التي اختفت أو التي هي مهددة بالانقراض من حياتنا. ظننتها أصوات بشر بالبداية عندما قلت هذا الخبر. طلعت في النهاية أصوات إلكترونيات وأشياء وشرائط كاسيت إلى غير ذلك. بعض الأصوات فعلا اختلفت. الآلة الكاتبة مثل ما قلت خالد صوتها لو نسمحه الآن فلا أحد يعرف هذا الصوت.